الحمد لله. تدخل المرأة في خمسة من حديث السبعة الذين يظلهم الله، يعني شابة نشأت في طاعة الله، امرأتان تحابتا في الله اجتمعت عليه وتفرقتا عليه، امرأة دعاها رجل ذو منصب وشكل حسن فقالت إني أخاف الله، امرأة تصدقت وأخفت الصدقة لا تعلم شمالها وما تنفق يمينها، امرأة ذكرت الله خالية ففاضت عينها. لكن الإمام العادل لابد أن يكون ذكرا، والرجل قلبه معلق بالمساجد للذكور.